مسلسل رفض رفع الحصانة عن النواب المتابعين بشبهات فساد يتواصل. أحمد، أراغي، وعلي طالبي، إسماعيل بن حمادي وآخرهم وليس الأخير الوزير الأسبق عبد القادر وعلي. نواب وسيناتورات رفض البرلمان رفع الحصانة عنهم رغم السخط الشعبي وحتى ورود أسمائهم في قضايا فساد كبرى رؤوسها تبيت في سجني الحراش والقليعة. اليوم عبر نواب مجلس الشعبي الوطني عبروا عن رغبتهم، وهذا يعني ناتج من صلاحيات النواب. هناك نائب لديه ملف ثقيل يحتاج إلى رفع الحصانة، وهناك نائب الملف تاعو ما فيهش حجج، ما فيهش جرائم، ما فيهش تهم، حتى التهم غير واضحة. إذن احنا نطلب من وزارة العدل إعادة النظر في هذه الملفات تاع رفع الحصانة والتأكد وعدم الإسراع في هذا، ما يكونش النائب كبش فداء لإرضاء جهة ما في المجتمع. وشكرا. الحصانة البرلمانية أو الامتياز القضائي يقول أهل الاختصاص إنه يعيق عمل القضاء ويحمي الفساد ويشرعنه، مما يستدعي إعادة النظر فيه وتعديل القوانين ذات الصلة لتحقيق المساواة أمام العدالة ولتصدير معادلة القانون فوق الجميع.